كابتن شريف وكابتن محمد ثلاث اربع نقط اتكلم فيهم بشكل كبير مع الكابتن سامي قمصان. هناخد اول نقطه موضوع كهربا، ومن الواضح على المستوى الفني او المستوى التجهيزي ان لسه محمود كهربا ما وصلش لدرجه جاهزيه تسمح له انه يشارك في المباراه. ما ينفعش يبقى لعيب عنده شد، وانت عارف كويس قوي انه في يوم وليله او ثلاث اربع ايام يقدر يجيله حاله استشفاء ويبقى من ضمن المجموعه اللي انا هعتمد عليها من اول مباراه على الاقل. يعني نتمنى ان يكون ده شد خفيف مثلا او ارهاق عضلي او اي حاجه، لان احنا ما نعرفش، هو ما اللي يعرفه هناك. كان ماشي بشكل كويس كهربا يعني قبل الاصابه، يعني كان بيحاول يراجع نفسه. بالظبط، بفكر عالي، بلياقه بدنيه عاليه، ان هو يجي له الشد ده او حاجه زي كده، يمكن من ضغطه على نفسه مستعجل شويه، كل ثلاث ايام ماتش، كل اي حاجه، ده كلنا بنتعرض للحاجات دي الحقيقه. ف انا عن خبرتي في الحاجات دي ما افتكرش انه يقدر يلحق انه يكون ضمن اللي احنا هنعتمد عليهم، يعني ممكن ما يلحقش، ما يكونش له ولا هنا ولا في الماتش، حتى بمباراه العوده. صعب قوي لان انا لو استعجلت على الشد او المز او اي حاجه بيجي لي في نفس المباراه، وحش عارف نفس المباراه اللي هنزل العب فيها ده عايز مباراه قبل المباراه اللي انا هلعبها المهمه اللي هي اللي جايه دي، مباراه انا اخش اشوف السبرنتات القصيره بتاعتي، السرعات، الحاجات دي، العضله هتقبل ولا لا. ما ده بيقوم بيه في البرنامج التدريبي، يعني بتبقى لازم يبقى منغمس جوه مباراه حقيقيه، جوه تحت ضغط معين، مش في التمرينات بس. يعني طب هو بالتحديد برضه يعني هو كويس ان طبعا لما حس بحاجه في الملعب خرج، فده دليل على ان برضه الاصابه ما كانتش يعني قويه، مش شد مثلا درجه اولى او مزق. فانما هي خطوره الموضوع الماتش الاولاني بالتحديد، ان الماتشات دي بتبقى محتاجه يعني مجهود عضلي كبير قوي وتحميل على العضلات وكميه جري كبير، زائد الحمل بقى العصبي والنفسي، الضغط ده بيحمل برضو على العضلات. فاذا كانش الواحد فت مليون في الميه جاهز يعني بنسبه 100% طبعا. طب محمود وحيد على العكس النهارده كان بيشارك في التدريبات وشارك بشكل كويس جدا، ويمكن الجهاز الطبي كمان قال انه ممكن يكون له دور في المباراه اللي جايه. ممكن يعني ما اعتقدش، انا ما تعتقدش برضه انه بقى له فتره كبيره وده يا جماعه قبل نهائي، يعني هم بس الضغط العصبي والنفسي بيبقى يعني الناس موجوده انما هو الراجل حاطط الناس اللي هي اوريدي بتلعب اساسيه، مشاركه بصفه اساسيه الفتره اللي فاتت، اي حد فيه شبهه اصابه او لسه مجهز يعني لو اتزنق ممكن يخليه على دكه الاحتياط وممكن ما ينزلوش، يعني الا في الظروف بقى مثلا قهريه، انما هو في المقام الاول هيعتمد على المجموعه اللي بتلعب، لان انا حتى لو لعيب خبرات ولعيب مستوى عالي ممكن واحد اقل منه شويه بس فت يأدي في الماتشات. هو المهم من محمود وحيد انه رجع، اعتقد لانه هيبقى مهم جدا على الدكه، لان انت عندك مشكله في سيرد باك، ولا قدر الله حصل حاجه لعلي معلول بالظبط، فانت مش هتقدر تطلع ايمن اشرف باك شمال ويبقى في سيرد باك ترجع محمد حمدي او حمدي فتحي. انا بقى كنت فهي مهمه النقطه اللي انت بتتكلم فيها دي، كنت جاي النهارده اتكلم فيها ان انا مش محتاج علي معلول باك ليفت النهارده. انا علي معلول ده بالنسبه لي بلاي ميكر في الملعب، انا لعبه طرف لعبه على الطرف، وكنت بتكلم في طريقه 4-4-2، وكنت عايز احمد فتحي باك يمين وقدامه محمد هاني وسوليه وديانج، وديانج حتى بيساعد مع الاثنين السيرد باكين اللي بيبقوا موجودين، واثنين لعيبه كويسين قوي بيلعبوا قدامي ان شاء الله 1-1 يعني، او مش هنقول اثنين، انا كنت بلعب 4-4-2 في المباراه دي، لان اهم حاجه عندهم اطرافهم ناحيه اليمين وناحيه الشمال، هم دول اللي بيعملوا الشغل كله. هو ده اللي بيحصل في الماتشات الكبيره، انك انت لن تخترق الا من على العرضيات، وهم بتوع الثوابت وبتوع العرضيات وبتوع التكوف العالي في الهواء، فاحنا لازم نمنع الحاجات دي كلها. فلما يبقى عندي جبهات، انا يعني بتكلم ويا ريت الناس تفهم انا بقول ايه او يسمعوني كويس، جابها العالم اللي كله هيسمعك دلوقتي، انا عايز العالم يفهموا ان محمد هاني يملك من السرعات وعايز يعمل جبهتين في ناحيه، انا عايز اعمل جبهتين بلاي ميكر وسرعه واقدر انقل فرقتي سهل جدا للناحيه الثانيه. طب وناحيه الشمال هيبقى مثلا محمود وحيد از ديفندر 10 على 10، وقدامه الراجل بلاي ميكر اللي بدل ما اخليه يضرب 50-60 هو مدرسه التكوف. لا 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 مش كده، لا انا مدرسه ان انا كل واحد يلعب في مكانه. ده مكانه. ما انا هقول لك انت بس انا هقول لك على حاجه، مدرستك ما تغيرش، حلو الاختلاف السيستم وما تغير يعني. لا حلو الاختلاف، بس انا عايز اشرح لك حاجه. تمام. محمد هاني وانا بتفرج كده، انا ليا رؤيه وانا بتفرج على المباراه.
محمد هاني على طول شغال يا هاني. سهام 100 متر على اليمين ومطلوب منه يرجع في السبرنت تاني يغطي في الباك رايت. لا ده احمد فتحي هو اللي هيبقى قاعد 10 على 10 راجل عاد. اي حد جاي لي انا معاه ومحمد هاني كمان معاه سهل قوي انه ياخد الكام خطوه الورين بعد ما هجم. في الهجوم ده بلاقي عندي وينج رايت زي محمد هاني، عندي احمد فتحي وراه كمان في المنطقه دي قافلين الحته دي خالص عشان ما حملش سرد باكين بتوعي انا على طول في واحد فايت من الشمال وعلى طول في واحد فايت من على اليمين الناحيه الثانيه. فهو ده انا هحط ليه اختبارات لعلي معلول كاسم يعني؟ طب انا رايح واخد الماكسيمم بتاعي منه. ده نسمع كابتن حشيش يعني انا في رايي وجهه نظر وهنتناقش فيها برضه يعني فكر كبير كبير قوي. اوكي انا رايي ان انا في الماتشات اللي هي زي دي ما غيرش في الفرقه يعني اثبت الناس يعني اكبر عدد من الموجودين على حسب ما يكونوا جاهزين يعني. طب اديله فرصه عايز اسمع كابتن شريف. انا عندي اصابات لا انا عندي اصابات هنسمع وعندي غيابات كابتن هاني اسمعوا. لا لا هوصل فكرتي وبعدين نتناقش بالظبط. تمام ماشي. ما انا هبني على اشخاص خد بالك. انا بنيت انا بس هبني الفكره الاولانيه. انا بنيت طريقتي على اشخاص. ما انت ما تقوليش اصلا انا عايز اعمل هيبني فكرته الاولانيه وبعد كده انا عايز اللي بيلعب. هو يقصد مش يعني تغيير السيستم نفسه. انت بتقول 4 4 2 ده شكل مختلف خالص عن 4 2 3 1 4 1 3 2. انا بتكلم في شخوص اللي املكهم دلوقتي اللي في ايدي هو. طيب. بس عشان نسمع كابتن محمد اقول وجهه نظري. اتفضل. طيب انا في رايي ما نغيرش السيستم بتاع الفرقه يعني ولا الاشخاص طالما الاشخاص موجوده الا في نطاق ضيق قوي انك ممكن مثلا في عندك اصابه في واحد بدل واحد انما السيستم والطريقه واحده. ممكن بعد كده كابتن هاني وانت عارف ان انا ممكن يعني اغير في بعض الادوار على حسب الفرقه الثانيه نقط الضعف والقوه فيها يعني في مثلا هم بيعتمدوا مثلا على الاطراف يبقى ادي واجبات مثلا للديفندرات اكتر شويه في الحته الفلانيه اخلي واحد مثلا فيهم بصفه يعني انا بتكلم عموما يعني بصفه مستديمه تحت واحد بس اللي بيكمل ازاي اه نتكلم فيها نتكلم فيها وهقول لك اشخاص بعد كده. انا انت دخلتني في الحته دلوقتي اللي انا عايز اقفلها ازاي. انت هتسمي نفس مسميات احمد فتحي كويس ديانج سوليه حمدي فتحي كويس مثلا اذا كانش هيلعب كمان جوه هيتدخل انت ايمن اشرف مع ياسر ابراهيم كويس لو هنقول الاثنين مثلا عشان يعني عشان علي معلول عشان انت كده بتحملني ها انا كعلي معلول انا اللي انا عايز اقول الفكره انا عايز افهم الفكره كابتن انا يعني ناخد الفكره من حضرتك ونناقشها. حضرتك بتتكلم على الاطراف حضرتك على الجبهتين وبستخدم السرعات اللي عندك. طب حلو حضرتك بتتكلم على جبهتين يكون عندك محمد هاني واحمد فتحي بجبهه والناحيه الثانيه محمود وحيد وعلي معلول ده على اساس يبقى عندك جبهتين. طب ما انت ممكن تعمل نفس الجبهات ديت بافراد مختلفه. هو انا اسلوب لعبي شكله ايه يعني غير ان راس البلاي ميكر بتاعي هو علي معلول؟ لا هو يعني مش علي معلول مش بلاي ميكر على طول عامل لي مش بلاي ميكر بتاعك ده الناحيه الشمال. انا مش علي معلول بالنسبه لي في جنب من الجناب ما اقدرش انا اخليه يلعب في ماتش الوداد 90 60 لا مين اللي قال كده و60 يارده جاي واجاي كمان ينزل يساعده. انا ما بجيبش فرقه الوداد عندي انا بوقف فرقه الوداد وبعمل كونتر اتاك عظيم جدا. ليه؟ لاني املك في لعيبه معينه سرعات وامان لاحمد فتحي ناحيه اليمين او احمد فتحي ناحيه الشمال. طب وليد وليد وحسين 4-1 3-2 وليد وحسين دورهم ايه؟ طب اسالك سؤال ثاني كده مش هتلاعبهم وليد, وليد سليمان يعني وحسين شحاته هيبقى دورهم ايه؟ وليه وليد سليمان وحسين شحاته؟ ليه ما يكونش مروان محسن ووليد سليمان؟ انت عايز تبقى مروان وتحت يعني انت عايز مروان وتحتيه. انا عايز لعيب الكوره تهت. انا بتكلم بلغه الجمهور بقى تهت لي الفرقه وكمان ايه عندهم الاثنين سنتر باك دول اضعف حاجه والجول بتاعهم. كابتن محمد اتفضل. فهمتني؟ فده اللي انا عايز اقوله. ادي بقى الفرصه لكابتن محمد يا كابتن. مش غريب ده. ادي له فرصته. انت في بيتك يا كينج ادي له فرصته. انا مع تثبيت الشكل بتاع الفرقه والسيستم اللي بتلعب بيه خلال الفتره اللي فاتت. ما تجيش تغير في المباراه صعبه زي دي مباراه كؤوس. طب حط لي يا كابتن فكره نسيبه. بالنسبه للتشكيل يعني انت بالنسبه اسماء كده مريحك انت نظريا يعني قول لنا الشكل اللي عينك جايباهم عينك جايباهم. طب اصبر عشان عيني تجيبهم. ايه معلول طبعا ناحيه الشمال وطبعا الشناوي واحمد فتحي ناحيه اليمين تمام
والاثنين المساكين ياسر ابراهيم ياسر وايمن اشرف وايمن اشرف تمام حلو قوي. ديانج وسوليه ديانج وسوليه الشحات الشحات ناحيه اليمين اليمين طبعا قفشه بلاي ميكر وجاي شمال ويلعب ديانج ويلعب باجي قدام. ده التشكيل. حلو التشكيل ده بقى يعني ممكن ادي بقى ادوار مختلفه ومهام مختلفة بس هو ده الإطار الرسمي اللي أنا أبدأ بيه. طب ما من التشكيل ده كابتن شريف ما أنت برضو عندك جبهات، أنت بتتكلم على علي معلول وبتتكلم على أجاي، دي جبهة